موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع ألفيس الذي يتبقى في عقده موسم واحد مع يوفنتوس بسبب قدرة اللاعب على شغل مركزي الظهير والجناح الأيمن ما يناسب طريقة لعب تشيلسي. وأوضحت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستغل علاقته القوية بألفيس الذي تدرب تحت إمرته في برشلونة لإقناعه بالانضمام لقلعة الاتحاد.